يا قاهر الغيارات يا حمص. الحاج حاتم انديل الغربة واللي في الغربة احلى ابو ادم وايضا وربنا يجيبهن بالسلامة السعودية. حاج حاتم انديل يا مزاجك يا حمص عشان كل بيت الضيق وعشان خاطر كل بيت الشافعي مدام مفيش مضايقة تبع الغزالة رايقة روح وربنا يديكوا الصحة وطولة اللسان وتعيشوا وتجيبوا في سيرتنا زي النسوان. وان 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 وابطال على اي مجرة بنسند الجوة وبرة برة وجوه وبره وجوه وبره. ناس كلها انا عايز كرسي عشان انا قصير عايز كرسي وهرجعه لك تاني والله عايز كرسي اقف عليه زي ما انت عشوائي دول يا حمصاني. بس طلع الفلاش بتاعك وشغله معايا دلوقتي طلع الفلاش وشغله معايا دلوقتي وحياه امك الغاليه. الناس اللي ورا ده اول ناس مشغله الفلاش اللي قدام مش عارف مع انه انتوا جايين بدري يعني يا جدعان. ارفع لي الفلاش بقى فوق شويه اي راجل واقف سيب الطفره وسيب الحاجات وشغل الفلاش. والنبي ابو عمار طف الليزر ابو عمار كمان ابو عمار علشان نبقى جحناها خالص. في ناس برضه لسه ما شغلتش الفلاش. ايوه كحاله خالص لسه بدري لسه بدري لسه بدري. مطوح الفلاش شمال ويمين كده يا ابو حمص جاهز السرينه من عندك وبعد الكلمتين هتطلع طلع حشومه قوي يا حمص. جاهز السرينه بتاعت الاسعاف جاهز السرينه يا حمص. عمليات عمليات حكمت عليهم محكمة الجنايات. كل اللي قال في ضهرك وانا معاك اول ما دارت العركة قالوا روح وانا هستناك. قالوا ابطال وبيسندوا طلعوا عيال وبيسلموا. ابطال على اي مجره بنسد الجوه وبره ملناش اخصام يا حيلتها حقنا بنجيبه في ساعتها.
يقبلوا عندي يا مايل. لا مؤاخذة يا صاحبي، احنا ما نشبهش ما نشبهش العولة اللي تشبهنا رايل. Shoot me,